لما إن شاء الله عجلة التنمية هتمشي والرخاء حيعم والسلام حيعم، تقول لي أنت يا مواطن مش هياخد من هذا المنظومة؟ لازم المواطن الأهل على شرط يعني تعمل البلد وتعمل الثقوبة وكل الناس هتطلب مجرد الإنسان وشباب الإجراء ما يتم عليهم في المنصة. فكان نظام الإنسان في سلطة المنصة أو التعارض عرضها هذه المشكلة نعمل طبيعي تنسينا حياة وتنمية ومجتمع. انت عاوز تعمل ايه في الشغل انت مولانا معاك؟ انا ما اقدرش اعمل فيها حاجة الا لما اشوف شروط الضبط. مش هعمل انا قلت الشروط اهو. مش هعمل الضبط. لا انا ما اقدرش اضبط. بس خلاص مش هتقدر. مش هتقدر. خلاص. لا يا صلاح بيك بس. لا طب شروط احنا على الاثنين. على الاثنين. لازم تكون تبقى موحدة. واحنا بالماضي ما نحافظ شوية في الأساط تدعمهم وتفرض، لكن البنك ليه حسن؟ عندك 46 سنة، عندي ناس لسه لغاية الوقت عندهم 50 مخدوم، يجيب لهم حرمهم لإلا حرمهم، ما أدي من 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 21 لغاية 60 مثلا، يا كله يستفاد بالسكان، احنا محافظة جذب للعمال وعايزين توطين الناس ونريح الناس.